في قسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة في معهد بحوث طب الفم والأسنان في المركز القومي للبحوث. المعهد عندنا هنا فيه أبحاث كتير جدا بتتم على دراسات طب الأسنان والزراعات، والمعهد بيضم أقسام كتيرة جدا. القسم اللي أنا بنتمي إليه هو قسم التركيبات الثابتة والمتحركة. طبعا زي ما احنا عارفين ان التركيبات دي حاجة مهمة جدا لأي شخص، لأن طبعا بيحصل فيه فقد الأسنان، فلازم نعوض فقد الأسنان بتركيبة. التركيبة دي ممكن تبقى ثابتة أو متحركة. أنا بالنسبة لتخصصي كتركيبات متحركة هكلمكم النهاردة على نوع جديد من أنواع التركيبات اللي هي الأطقم المتحركة. طبعا كل المرضى اللي بيعانوا من الفقد الكلي للأسنان بيبقى عندهم مشكلة مع الطقم، لان الطقم ما بيبقاش ثابت، وخصوصا الطقم السفلي. ففي طريقه جديده ظهرت ان احنا الطقم دوت يبقى محمول على غرزات. كان زمان بيبقى اقل عدد للغرزات عشان الطقم يبقى ثابت 6 غرزات. ففي طريقه طلعت جديده ان احنا الطقم يبقى محمول على 4 غرزات بس، بحيث ان العيان او المريض يقدر ياخد الطقم ثابت بعد الجراحة، يعني في خلال بعد الجراحة أو بعد 48 ساعة. المريض بيجي عندي بيدخل بيعمل زراعة للأسنان، بيحط 4 غرزات وبنعمل له مقاسات وبيستلم الطقم فوري وهو خارج. طبعا ايه المميزات بتاعت التقنية دي؟ ان طبعا المريض بيخرج بطقم في اليوم اللي بيحصل فيه العملية. طبعا احنا لو كان المريض ما عندوش طقم قبل كده فبيقعد من 5 ل6 زيارات عشان يحصل على الطقم بتاعه. وطبعا الطقم دوت بيبقى ثابت ومحمول على غرزات وبيبقى متثبت بمسامير. فطبعا ده بيفيد معانا جدا لو في ناس مثلا ان هم الناس بيطلعوا في التلفزيون كتير، او مثلا ناس بيتكلموا كتير، فطبعا ان حته ان الطقم يقع منهم هم بيتكلموا، او ان هم ما يعرفوش ياكلوا كويس، فطبعا ده بيبقى تثبيت احسن بالنسبه للمريض. وطبعا انواع الاسنان اللي بنستخدمها في الطقم دوت بتبقى مختلفه. ممكن نستخدم سنان بس دوت بيبقى بعد 3 شهور، يعني هو المريض بياخد تركيبه مؤقته بتقعد معاه من 3 ل6 شهور، وبعد كده لما بيحصل التئام للعظم حوالين الذراعات بيجي المريض بناخد له مقاسات نهائيه وياخد الطقم النهائي. والطقم النهائي دوت بيبقى ممكن يبقى ثابت او متحرك على حسب كميه العظم اللي حصل لها التئام للذراعات. والطقم طبعا ممكن السنان اللي فيه تبقى شبه السنان الطبيعيه جدا، لان احنا بنستخدم اسنان حديثه زي الزركونيا والبورسلين في الطقم. وطبعا التقنيه دي قللت كتير عدد الزيارات اللي بيحتاجها المريض ان هو يحصل على الطقم، وان الطقم يبقى ثابت وما يحصلش فيه اي مشاكل مستقبليه يعني. طبعا اتعمل ابحاث كتير جدا في الطريقه اللي هي اتعمل بيها الاطقم، واحنا قارنا ما بين احنا هنا عندنا عياده في تابعه للمركز، وعملنا فيها ابحاث بتقارن ما بين ان الطقم يبقى محمول على 4 غرزات او على 6 غرزات. فلقينا طبعا ان الابحاث دي ان النتيجه تقريبا كانت متقاربه. فطبعا الانسان لما يجي يفكر هو قلل التكلفه بتاعت الطقم لما يكون محمول على 6 غرزات، طبعا دي تكلفه اكبر بكتير من اللي ما تكون محموله على 4. فاحنا طبعا كده قللنا التكلفه بالنسبه للمريض، وعندنا نسب نجاح عاليه مقارنه بالاطقم المحموله على 6 غرزات. احنا اي مريض جاي لنا عشان يحصل على هذه التقنيه لازم طبعا طبيب الاسنان يشوفه الاول، ولازم بيبقى فيه حاجات لازم نعملها زي اشعات معينه، اشعه مقطعيه عشان نعرف العظم هيبقى ملائم ان هو يستقبل الزراعات ولا لا، لان عشان ياخد طقم ثابت وهو خارج لازم يكون العظم بتاع العيان كويس، ما يكونش عنده اي مشاكل صحيه زي سكر او اي حاجه مرض يصيب العظم. وفي نفس الوقت لازم اعرف حاجه اسمها خط السمايل لاين، او لما المريض يجي يضحك انا هشوف الخط الضحك بتاعته بالنسبه للشفايف فين بالظبط، لان ممكن لو هو لما يجي المريض يضحك سنانه بتبان قوي، فده ممكن بيوريني الحد الفاصل ما بين السنان والطقم، فما اقدرش استخدم له التقنيه دي. فمش اي حد يبقى ينفع له هذه التقنيه. زي اي حاجه لازم يروح المريض للدكتور ويقعد يعمل الأشعات والفحص اللازم، وبعد كده نشوف هل التقنية دي مناسبة ليه ولا لا.
فيكم معانا النهارده في المركز القومي للبحوث. هنحاول النهارده نجاوب على تساؤلات كتير بتجيلنا من المرضى والمشاهدين وكثقافه عامه للمجتمع وللمشاهد وللمريض بالنسبه طبعا لتخصصنا اللي هو طب الاسنان. اغلب الناس بتيجي تسال على التقنيات الجديده في العلاج، واغلب الاسئله بتيجي في حته الزراعه لان كله بيسمع عنها، وكله بيبقى فاكر مثلا ان الزراعه دي حاجه بتحصل في الفم بان هي بتبتدي وبتتطور وممكن تطرح بعد كده مثلا سنه. عايزين نعرف الاول ايه هي الزرعه، او بطريقه مبسطه نفهم المشاهد ايه هي الزرعه او ايه هي غرسه الاسنان. هي بيبقى بمنتهى البساطه هي جدر صناعي من صنع الانسان، احنا اللي بنصنعه، وده بيبقى بديل للجدر الطبيعي. لو احنا فقدنا الجدر الطبيعي ده لاي سبب من الاسباب، فما بقاش عندنا اساس ان احنا نبني عليه اي سنه صناعيه، فبنحط اساس وهو الزرعه او الغرسه. ودي بتبقى ليها بتتكون من كذا جزء، في جزء بيبقى اسمه فيكستشر، والفيكستشر ده بيبقى الجزء بتاع الزرعه اللي مش ظاهر في الفم، وده بيبقى موجود جوه عظم الفك، وبيتركب عليه جزء خارجي ويبقى اسمه الاباتمنت. والاباتمنت دي بتبقى ليها كذا شكل وكذا نوع على حسب هي هتخدم انهي نوع من التركيبات. وعشان كده مبدا ان الزراعه هي اساس بيتبني عليه اي نوع من التركيبات، اذا كانت ثابته او متحركه او وحده واحده او كذا وحده في البق، او بتركب حاجه بتتشال وتتحط او ثابته. في انواع كتير جدا من التركيبات، وكله بيتعمل على عمليه الزراعه. فعلى اساس ايه نوع التركيبه بنركب الجزء الخارجي اللي ظاهر في الفم، وهو اللي اسمه الاباتمنت اللي هو بيركب على الفيكشر اللي مش ظاهر في البق. وده بيحصل بيبقى كونكشن او بيبقى هو اللي بيوصل الاساس بتاعنا للتركيبه اللي بتتبني عليها. وده بشكل مبسط جدا ايه هي زرعة او غرسة الاسنان اللي بتبقى في فم المريض. تساؤلات كتير بتيجي ان المرضى بتيجي عايزة تزرع وخلاص. امتى تبقى الحالة ممكن تتعالج بالزراعة وامتى لا؟ مين اللي بيقرر وبيبقى ايه حدودنا في الموضوع ده؟ اول حاجة نحب ننصح بيها اي مشاهد بيلجأ او بيفكر في عملية الزراعة ان هو يختار الطبيب المتخصص في هذا المجال. وعشان يبقى الطبيب متخصص في هذا المجال وهو مجال الزراعة، وهو اللي بيبقى بيقرر هل الحالة دي it's a good case selection او good candidate، يعني هي الحالة دي هي اللي بيتم اختيارها لهذا النوع من العلاج عشان يكون علاج ناجح لوقت طويل والمدى طويل. فلازم يبقى هو مرشح ان هو ينفع مع هذا العلاج. مين اللي يقدر يقرر ده؟ لازم طبيب متخصص. وعشان يبقى متخصص لازم هو يبقى عنده كذا حاجة تقدر تمكنه من ان هو ياخد القرار السليم في الحالات دي. اول حاجة لازم يبقى عنده العلم، ومش اي علم، يبقى النولج بتاعته updated. يبقى updated ازاي؟ يعني لازم يبقى عنده نوع من العلم المحدث، كمان على طول بيحصل له تحديث لان كل شوية بيحصل جديد وطفرات في عالم الاسنان وفي العلاج وفي الطب كعموم. هنا عندنا طبعا في المركز القومي للبحوث الموضوع ده بيحصل بشكل دوري، لان احنا لازم على طول بنعمل ابحاث وعلى طول بنبقى مواكبين اللي بيحصل. ومصر من الدول الرائدة في هذا المجال خصوصا طب الاسنان، وتعتبر العلاج فيها كطب اسنان من الحاجات المتقدمة جدا في دول العالم، وبنقدر ان احنا ننافس دول كتير يمكن متقدمة عننا، بس احنا بنقدم العلاج بشكل افضل كمان. فاول حاجة لازم واحنا بنختار الطبيب المعالج اللي هيرشح لنا موضوع العلاج بالاسنان بالزراعة ده، لازم يكون متخصص في هذا المجال وعنده علم وفير ومحدث. تاني حاجة لازم يبقى عنده السكيلز اللي هي لازم يبقى عنده المهارة ان هو يقدر يطبق العلم اللي هو عنده ده بان هو يعرف يطبقه كعلاج في فم المريض. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا، ان يبقى عنده الكابابيلتي، يعني يبقى عنده المقدرة ان هو يقدر يطبق هذا العلاج. والمقدرة دي بتيجي منين؟ بتيجي من ان هو يبقى عنده الماشينري او التولز او الاكويبمنت، يعني عنده الادوات اللي تقدر تساعده ان هو يطبق هذا النوع من العلاج. تاني حاجة كمان يبقى عنده الماتيريال او الخامات، الماتيريالز دي هي اللي بتساعده، الخامات دي هي اللي هو يقدر يطبق بيها. واحنا شغلنا ما بيعتمدش بس على المهارة بس بتاعت الطبيب، بنختلف شوية عن الاطباء البشرية في الحتة دي، ان احنا كمان عندنا خامات كتير في العلاج بتاعنا كطب اسنان.
وعندنا اجهزه كتير هي اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نطبق الكلام ده. وزي ما احنا بنقول لو الدكتور ملم بهذه المعلومات وهذه الكفاءات يقدر ان هو يقرر ويقدر يدي المريض العلاج اللي يناسبه، مش ان احنا بنحاول نخلي المريض هو اللي بيتناسب مع العلاج المتاح عندنا. ودي اكتر حاجه في الموضوع، يعني زي ما حد مثلا تلاقي بيشوف مثلا 100 مريض في اليوم ويكتب 100 روشتة هي نفس الروشتة ما فيش اي تغيير بينها، فده كده ما بيقدمش للمريض احسن علاج ليه. حاجة كمان مفروض تبقى موجودة بالنسبة مثلا مثال للمعلومات اللي مفروض تبقى موجودة كحديث، ان احنا نبقى عارفين الفرق اساسا بين التعامل مع الزراعة او السنة الطبيعية. طب ايه الفرق؟ قال اللي بيركب على هنا زي اللي بيركب على هنا، لا، طريقة التعامل مع الاسنان الطبيعية بتختلف تماما بينها وبين التعامل مع غرسات الاسنان او لما نيجي نركب على الزرعات. ابسط مثال على ده ان ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلق السنة ما خلاهاش ملتحمة في العظم التحام دايركت او مباشر بالعظم، لا، خلى بينهم في الفاصل اللي بينهم يبقى في حاجة اسمها اربطة، والاربطة دي ليها فايدة مهمة جدا ان هي بتمتص الصدمات، فلما ينزل اي ضغط على الاسنان بتخلي الاسنان تعرف ان هي تتعامل مع هذه الصدمات او مع القوى اللي هي بتتعرض لها بطريقة ان هي تقدر ان هي تعمل فورس ديسيبيشن او ان هي توزع الصدمات بطريقة تفيد العظم اللي حواليها وما تضروش. طيب احنا لو حطينا في وسط الاسنان الطبيعيه غرسه او زرعه وركبنا عليها واحنا مش عارفين هذا المبدا، ايه اللي هيحصل؟ ان لما يجي المريض يجي يمضغ او يجي يقفل بقه، ايه اللي بيحصل؟ الاسنان كلها هتقدر ان هي تتحرك عشان الاربطه موجوده بالمرونه بتاعتها دي، وممكن المرونه بتاعت الاسنان دي توصل على حسب المنطقه ممكن توصل من 28 مايكرون ان هو تقدر تتحرك مسافه 28 مايكرون، ممكن توصل كمان ل 105 مايكرون في مناطق مختلفة، إنما الأسنان هي يدوك من 3 ل 5 مايكرون، وكمان يعني لو كثافة العظم قليلة أو المنطقة بتبقى مختلفة شوية وكثافة العظم قليلة ممكن توصل أقصاها ل 50 مايكرون، فالفرق مثلا يمكن الضعف. فإذا الأسنان كلها اتحركت وفضلت التركيبة اللي على الزرع، كل الضغط بتاع الفك اللي هو بيقفل كله مع بعضه هينزل على التركيبة اللي موجودة على الزرع فقط، وده بيدي تأثير ضار جدا طويل المدى على الزرع اللي ممكن نفقدها بعد وقت. ومفروض العلاج بالتركيبات او الزراعه ده علاج لمدى طويل، مش علاج مؤقت نقدر ان احنا كل شويه نعدل فيه. مركز البحوث قسم الاستعاضه الصناعيه المثبته والمتحركه بنشتغل في التركيبات لتعويض الفقد الكلي والجزئي للاسنان عند المرضى. الفقد ده قد يكون كلي او جزئي لبعض الاسنان او للاسنان كامله، الفك العلوي والفك السفلي. وعشان نوضح بس في البدايه الفرق بين التركيبات الثابته والمتحركه، انه التركيبات الثابته الطبيب لازم يكون موجود لتركيب وخلع الاطقم للمريض، اما الاطقم المتحركه فالمريض عنده الحريه الكامله انه يشيل الطقم ويركبه، وده طبعا بيدي شويه سهوله حركه للمريض. الاطقم المتحركه قد تكون جزئيه او كليه، واحنا هنا بنلجا لهذا التعويض او لهذه التركيبات للاستعاضه عن الاسنان المفقوده وما يحاوطها بقى من الانسجه ومن ارتفاع العظم اللي بيكون شايل الاسنان في هذه المنطقه. الاطقم المتحركه الجزئيه والكليه كنا في العادي زمان بنعملها ازاي؟ ان احنا بناخد مقاس للمريض والمقاس ده بنصبه وناخد منه القالب ونقوم بتصنيع الاطقم للعيان. طبعا ده كان بيتم على مجموعه من الخطوات والمراحل بالتعاون ما بين الطبيب والمعمل المختص. التقنيات الحديثه وتدخل التكنولوجيا والكمبيوتر في كل حاجه ادى الى نوع من انواع التطور في صناعه التركيبات المتحركه، عن طريق ان احنا لما بنيجي ناخد مقاس المريض ما عدناش بقى زي زمان بناخد المقاس بالعجينه زي ما احنا بنقول او الامبريشن ماتيريال، لا، ده احنا ممكن ناخد المقاس عن طريق كاميرا فمويه او انترا اورال كاميرا، بنبتدي نعمل مسح لفم المريض، الفك العلوي والسفلي والانسجه المحيطه، ويبتدي النقل الصوره اللي احنا استعملنا بيها الكاميرا دي تتنقل على الكمبيوتر، وباستخدام البرامج الحديثه نبتدي نقدر نعمل تصميم او ديزاين للطقم اللي العين هيلبسه. طبعا ده بيعمل مميزات كتير جدا، ان هو اول حاجه بيوفر في الوقت، مريح اكتر للمريض ان انا اعمل العجينه واخد مقاس، كل ده شويه بيبقى متعب للمريض بياخد وقت،
لا احنا لما بنصور بالكاميرا ده بينجز جدا وبيريح المريض جدا. الحاجه الثانيه ان دلوقتي كمان في تصنيع الاطقم بقينا نقدر نستعمل الكمبيوتر عن طريق تقنيتين، يا اما عن طريق الطباعه ثلاثيه الابعاد ان انا ببتدي اطبع الطقم لاير باي لاير او جزء جزء، وده بيؤدي الى حدوث مميزات اكتر في الطقم من الطرق التقليديه من حيث الثبات ومن حيث الشكل العام ليه. والطريقة الثانية ان انا اقدر اخرطه او بنعمل له ميلينج عن طريق برضو اجهزة معينة موجودة في المعامل اللي موجود فيها هذه الاجهزة وهذه السوفت ويرز. من اهم المميزات في الحاسوب او في الكمبيوترايزد او في الديجيتال تكنيكس ان العيان يقدر يتخيل شكل الطقم في بقه، ان انا بصور وش العيان ومع الطقم اللي انا عملت له ديزايننج ويبتدي العيان يتخيل شكل الطقم في بقه هيبقى عامل ازاي، ويقدر كمان بطريق استخدام الذكاء الاصطناعي ان هو يصمم الابتسامه. دي برضو من اهم الطلبات اللي المرضى بتبقى شغلاهم قوي او تهمهم، شكل الابتسامه ايه او شكله النهائي ايه بعد استلام التركيبه. فالحقيقه دي من اهم مميزات التقنيات الحديثه في التركيبات المتحركه. وبرضو من اهم الحاجات ودي بالنسبه للطبيب بقى ان هو يقدر يحتفظ بقاعده بيانات كبيره لاكبر عدد من المرضى كله على الجهاز الكمبيوتر، بحيث لو تحت اي ظرف المريض احتاج ان هو يعمل تركيبه ثانيه ما يعيدش بقى الخطوات من اولها، تضيع وقت وتضيع مجهود، بنقلل عدد الزيارات. فيعني الحقيقه دي من التقنيات الحديثه اللي هتعمل او عملت، مش هتعمل، عملت طفره في مجال تركيبات الاسنان المتحركه. حلقات ثلاث حلقات كده عشان نبتدي نتخيل الكلام اللي احنا بنقوله. طب احنا ممكن نحط الزرعات ازاي؟ احنا ممكن نحط الزرعات دي في وسط اسنان زي ما احنا شايفين كده في اول حاله، ان احنا ممكن نعوض الاسنان دي بشكل ثابت يفيد العيان، وتبقى الزرعات دي في وسط اسنان طبيعيه، ودي بتفرق جدا في الشكل وممكن ان هي تؤدي الخدمه في وسط اسنان طبيعيه. طب في حالات ثانيه ان احنا ما بيبقاش عندنا اسنان خالص في الفك زي ما اتكلمنا قبل كده، ودي ساعتها بنعوضها برده ممكن بالزراعه من خلال الزراعه، ونركب عليها تركيبات ثابته زي ما احنا شايفين. وبتبتدي ان احنا من اول ما بنعمل الاشعه الثلاثيه زي ما عندنا في المركز التميز الطبي والعلمي بنقدم هذه الخدمه باحدث الاجهزه اللي موجوده وفيها احدث التقنيات كمان، وكلها بتحصل بطريقه رقميه، وبنعمل انتجريشن للاجهزه دي، يعني بنعمل تداخل بينهم بحيث ان احنا نقدم احسن خدمه للمريض. وزي ما احنا اتكلمنا الابديتنج او ان احنا نحدث في المعلومات بيبان في ايه، ان حتى عمليه الزراعه في الاول كان هدفنا فيها او اللي بنعتمد عليه في نجاح الزرعه بيبقى ان الزرعه العظم يقبلها او الجسم يقبلها، انما دلوقتي الفكر الحديث اختلف تماما، وان احنا بنبتدي من اخر خطوه لاول خطوه، بمعنى ان احنا لازم نعمل بري بلاننج كويس، ان احنا نعمل خطه علاجيه من اول التركيب، لان الهدف الاسمى لاي زراعه، والزراعه احنا اتكلمنا ان هي اساس ان احنا نركب عليها، فبنبتدي بنعمل ديزايننج او تصميم للتركيبه الاول عشان نعرف نوع وعدد الزرعات اللي بنستخدمها وانواعها، والكلام ده كله يبقى كله معمول حسابه في الخطه العلاجيه من الاول تماما ومن اول الفحوصات والكلام ده. فمثلا زي الحاله الثانيه دي ان ما فيش خالص اي اسنان في الفك العلوي، جينا حطينا الزرعات ووراها عملنا التصميم بتاعنا وركبنا عليها التركيبات الثابته زي ما احنا شايفين. وفي ناس كتير لما تيجي تركب برده كمبدا عام ان احنا لازم يبقى عندنا ان احنا لما نيجي نقسم التركيب لكذا تركيبه بدل ما نركب الارش كله او ان احنا نركب الفك كله بتركيبه واحده وان يونت، لا، كل ما نقسمها دي هيبقى افضل للمريض على المدى الطويل لتطويل عمر الزرعات اذا تركبت بشكل صحيح، عشان يعرف حتى المريض يعرف يعتني بيها كويس. فاحنا حتى الحاله دي ودي بتبقى محتاجه سكيلز او بتبقى محتاجه شغل اكتر من الدقه، لان لازم دقه اعلى عشان تعرف التركيبات دي تنزل بطريقه مظبوطه على الزرعات اللي موجوده. حاجه كمان، الحاله اللي مثلا اللي وراها مش لازم كل حاجه تتعالج بالزراعه. طب هل في حالات لو فقدنا منها جزء كبير من السنه هل نقدر ان احنا نعالجها او نستعيد او نحافظ عليها بدون ما نلجا للزراعه؟ ايوه طبعا. فمثلا الحاله اللي هي الثالثه دي كان في اسباب صحيه للمريض مش قادرين ان احنا نزرع له، وكان عايز يحافظ على السنه دي، وزي ما احنا شايفين اي حد يشوفها يقول ان احنا نقدر نفقدها، بس مع التقنيات الحديثه اللي هي بتخدمنا والتقنيات الرقميه اللي عندنا حتى
في العيادات اللي موجودة نقدر ان احنا نحافظ عليها زي ما احنا شايفين. احنا عملنا لها مسح ضوئي او سكاننج زي ما اتكلمنا قبل كده، والسكانر ده بيبقى انترا اورال، يعني نقدر ان احنا نعمل سكاننج دايركت يعني مباشر في بق المريض. وعملنا ديزايننج او تصميم لحاجة اسمها قلب ووتد اللي هو كاستم ميد بوست ان كور، وعملناه كمان من الزيركونيا. يعني الحالة دي احنا مستخدمين فيها نوعين من الزيركونيا، والاثنين يتقال عليهم زيركونيا، بس ده نوع وده نوع. ليه؟ لان القلب والوتد او الاساس بتاع السنة اللي احنا بنصممه ده وبدقة عالية جدا جدا، ده بيخدم ان احنا بنركب عليه بعد كده الطربوش او الكراون اللي هو احنا عايزين منه الشكل يبقى احلى. وده في الاخر زي ما احنا شايفين قدرنا ان احنا نصمم الجزئين دول ونركبهم للمريض، وكمان عملنا للسنة اللي جنبيها كمان كراون برضو من الزيركونيا، بس ما احتاجش ساعتها ده دعامة تحتيها برضو تتعمل بالتقنية الرقمية. وفي الاخر حافظنا على السنتين، وعلى فكرة ده حد شغال معنا كمان في المركز، فاحنا كمان بنتابع الحاجة. والحلو كمان عندنا في الابحاث اللي بنعملها ان احنا بنقعد كمان نتابع مع المريض على المدى الطويل، هل العلاج بتاعنا ده بيستمر وبيبقى ناجح على المدى الطويل ولا لا.